كيف ما كتعرف كيف ما كيعرف الجمهور الكريم مباراه الديربي كتكون صعيبه، وكيف ما شاهدوا راه شاهدوا واحد المباراه اللي صعيبه كنشاهدوا الشباب المحمديه في الصداره وحنا لاعبين فحال كنضمنوا البقاء واحد النسبه ديال 90%. الحمد لله كنتمنى لهم التوفيق والله يوفقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكر المتابعين ديال سي تي في. بالنسبه للمباراه ديال الديربي كيف كيعرف الجميع كيكون مباريات صعبه وكتكون هامه بالنسبه للفريقين. كيف كيعرف الجميع شباب محمديه كيتصدر الترتيب، كان عليه واحد الضغط باش يحاول يوسع فارق ديال النقاط مع الفريق ديال المنصوريه. حنا كان خاصنا نفوزوا، كيف كيعرف الجميع الحضور الجماهيري ديال الشباب اللي كان اكثر يعني يساندهم. حنا الفريق ديالنا عندنا لاعبين يعني شباب باقي ما مولفينش على هاد المباريات هادي. كنتمنى لهم حظ موفق فريق شباب محمديه، وبالنسبه لنا نعوضوا الخساره ديال هاد المباراه هادي في المباراه القادمه ان شاء الله اللي غتكون بالملعب ديالنا مع فريق تاونات.